بعدين يبقى عمها كان بيتكلم عليها، فلازم تدفع خلي بالك. ابن عمها لا ابن عمها لا. وبعدين الست سامعه انا من جوه بتقول ابن خالتها ابن خالتها وابن خالتها بيتكلم عليها وبنت خالتها جت لها كذا، فلازم ادفع نقبض. رئيسي سؤال 20000 جنيه اللي عايز يتجوز ولا كان مش عارفين احنا ادفع عشان تتجوز بالحلال بالظبط كده، معكش تتماسك في الجنينه ويتسيح لك. يعني قمه القذاره. يعني انا بوجه لها بس رساله، رئيسي سكر بيتكلم هو وحويات مناسب المجتمع المصري المدنيين بطريقه ام عن ليبرالية خاصة بالمجتمع بتاعنا. بالظبط كده. هو تفتكري انه بعد ما قعدت كده في الشارع هيتجوزك؟ ليه؟ لان احنا مجتمع يعني متدين بطبعه فلازم تدفع بالظبط كده. يعني عندنا الكمانيات خد بالك بكام ولازم مش عارف ايه والكنيسة والعشور بالظبط كده. الولد بيدفع عشور ولا ما بيدفعش عشور بالظبط كده. وهناك وبعدين الكوافير بيدفع، الراجل بتاع الكوافير بيديني عشور فمش لازم ندفعه، والراجل بتاع الباديكير والمانيكير كل دول بيدوني عشور، فانا احنا متفق معاهم يعني في سمسره وحاجات كده. ولو بيخاف عليكي هيعمل المستحيل. جواز بلاش ده، ما عنديش حاجه اسمها بلاش ده، ما رئيسي سؤال علشان يوصل لبيت اهلك ويتجوزك. مش يجيبك في الشارع ويعمل اللي هو بيعمله ده فيكي. اشرب سامسونج ياخد ضرايب، اشرب سامسونج قاعد جوه ياخد ضرايب على كل راس. بصوا بيتلفت حواليه ازاي زي الحرام. وبعدين اخويا بقى نسي يقول حاجه مهمه فانا اقولها. البنت بتتعلف عندي، البنت بتاخد علف عندي بالظبط كده. احنا بنعرفها 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 فكريا وروحيا وماديا وعم بقى كمان يعني فكل ده بفلوس. فانت العريس عايز ياخد حاجه؟ لا 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 ما عندناش حاجه ببلاش. احنا شعب مؤمن متدين بطبعه وشعب يعني كرم انسان بالظبط كده. والمراه سلعه فانا ابكني تجدني. وانا متاكده ان لو عنده شقه كان خدك فيها، وانت بغبائك متخيله ان ده حب. الحب عمره ما كان كده. بصور علشان خاطر كل اللي هتنخدع في واحد بتفتكر انه بالشكل ده بيحبها، وانها بتضحي وتتنازل علشان خاطر يتقابلوا، لان هي بتحبه مش قادره تبعد عنه وظروف الحياه. لا لا بقول لك ده مش عن قله ربايه وقله دين، هو انت بالدين بننتهكي حقوق ناس. لا لا دي قله دين يعني بعيدا عن في انسانيات وفي حاجات وقله توجيه وتربيه. هي فيها نبل على فكره الست عشان خاطر برضه اكون انا منصف، ولكن انت انتهكتي حقوق ناس، والناس دي ناس بني ادمين ليهم حقوق وحريات زي الست بتاعت اوكرانيا. مش انت اللي والراجل ده او الولد ده هيتحاسب اكتر منك قدام ربنا، وانت كمان هتتحاسبي. لو بيحبك مش هيعمل فيكي كده. بلاش بنات كتير يتخدعوا باسم الحب ويعيشوا الموقف ده. والله انا مشفقه عليك، انا مشفقه عليك، مش عارفه اقول ايه بصراحه. لو بيحبك مش هيعمل فيكي كده. ادي تاثير الافلام وادي تاثير مسلسلات. بتمنى ان حد يشوفهم ويروح يقول لهم عيب. طب اقول لهم انا ايه ده؟ ادي حيوان يا شيخه، روحي اتكلمي معاهم حتى بهدوء. يا حيوان يا سافر. انما انت حيوان، انت يا بنت يا كلبه. ده لو بيحبك ما كانش هيعمل فيكي كده يا حيوان يا سافله. لو بيحبك روح بيت اهلك يا قليله الادب. قومي بقى، قومي قومي يلا هنا على القبر بقيتكم. انا صورتكم يا خليها يعمل فيكي كده مش هيتجوزك يا كلبه. يحيى هذا شوف الاشكال دي. يا يحيى يا مش عارف ايه، مش هيتجوزك. لو ست في الساحل ونفس موقف في الساحل هتقدري تعملي كده؟ لو في دوله اجنبيه هتقدري اتنين في عربيه في الشارع على البحر وبيع هتقدري قيم بقى والدين ومش عارف ايه؟ ما انت بيحصل انتهاك في الحاجات دي. الجواز اساسا انت عامل المراه سلعه. الحمد لله ولنا قيم أصيلة راسخة وطنية، والحمد لله أتى إلينا الرئيس سيسو المؤمن الوطني الشريف. إحنا شعب متدين بطبعه، ما تجيبيش أنت كومبارس ست بتاعت أوكرانيا وأوروبا، لا إحنا شعب ذات طبيعة خاصة لنا حقوق وحريات.
رئيس سيسو عامل كتاب عن الحقوق والحريات التي تناسب مجتمعاتنا زي اوروبا وبتاع والكلام من ده. بالظبط كده بالظبط كده. فاحنا الدين بيقول ايه؟ الدين بيقول ايه؟ بيقول اتيتم اجورهن. بالظبط كده. يبقى المراه سلعه، المراه سلعه. بالظبط كده. وده تكريم للمراه. بالظبط كده. فمش ممكن الراجل يسيبها؟ لا. فاحنا لازم نجيب معالق ونجيب شوك ونكتب قايمه، والقايمه احسن هتكون على بعضها وما تغش يعني الغش الغش في زي ما قال اخويا. انا عاجبني اول حكايه بتاعت اخويا فسيخ بولس ده، الكذب لمجد الله. فالكذب ممكن يكون كذب ابيض ومفيد، فالقايمه تتكتب بغش. وبعدين حب ايه؟ حب ايه؟ ما هو انت احنا في سلعه تدفع. انا مع رئيس سيسو قال تدفع، ما عنديش حاجه ببلاش، فتدفع علشان خاطر تعمل. بعدين هناك ايه يعني؟ يعني اشرف سامسونج بياخد ضرايب، في ضرايب، فهناك المأذون يجب ان ياخد قد كده. و يلا يا زلمه يلا سخاب يا قليله الادب، يا ليت الربايه، يا ليت القهوه في الشارع، في الشارع يا حيوانه. ترضي على نفسك ازاي يا كلبه؟ أظن لو هي عندها شرف هتزعل على نفسها. أنا صورتهم، أنا صورتهم، لا صورتهم نزلهم على جروب والله. جدل الحقوق والحريات.